حق مكفول لكل مواطن عراقي سواء كان نازح أو غير نازح تتوفر فيه شروط الناخب أو المرشح. فبالتالي حرمان أي نازح من حق الانتخاب هو انتهاك لحق الانتخاب. فأعتقد أن كل النازحين يجب أن توفر لهم فرصة المشاركة في الانتخابات سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، وهذا حق دستوري لا يمكن تنازل عنه. بطبيعة الحال يعني نحن مراقبين لعمل مفوضية الانتخابات بشكل عام، لدينا فرق جوالة تتابع عمل مفوضية الانتخابات في مكاتب المحافظات. واحدة من الملفات المهمة التي تتابعها المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هي موضوعة الانتخاب بالنسبة للأخوة النازحين الموجودين في معسكرات النزوح. كما يعلم الجميع أن هناك أعداد كبيرة قد تستغل انتخابيا، لذلك دأبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان على تشكيل فرق ورصد ميدانية لمتابعة هذه الحالة لأهمية النازحين والأعداد. وبالتالي نحن من خلالكم نطالب المفوضية المستقلة للانتخابات بتشكيل فرق ميدانية للحضور إلى كل المعسكرات النزوح لغرض تجديد البطاقة البيومترية وتنسيقهم فيما يخص مناطق الانتخاب بالنسبة للدوائر الخاصة بهم.